بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله وسلم تسليما كثيرا. All praises be to Allah, may Allah's peace and blessings be upon His beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في نبذة ومقدمة في علم القراءات. في المرة الماضية تكلمنا عن معنى الأحرف السبعة والقراءات العشر المتواترة. القراءات العشر المتواترة والأحرف السبعة. الأحرف السبعة غير القراءات السبعة. الأحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. القراءات السبعة، القراءات العشرة وغيرها هي من اختيارات قراء مشهورين معتبرين من الموجود، ما ألفوها يعني من رأسهم بالقياس، كما يقول بعض المستشرقين إن كل قارئ من هؤلاء خدها كده بالقياس، يعني موجود هذا الكلام، وسأوضح يعني ما هو أخطر من ذلك بعد قليل. فليس هذا الكلام صحيحا، ولكن الكلام الصحيح أنهم يأخذون من البحر الذي تركه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن عليه بأوجه كثيرة جدا تسهيلا على هذه الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كلها، يقرأ بها كلها، لكن هو النبي يقرأ بما أمره الله أن يقرأ، يمد هنا، يقصر هنا، يدغم هنا، لا يدغم هنا، هذا في إخفاء مهوش إخفاء، هذا كما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ليحيط بهذا إنسان آخر صعب، في إنسان ثاني يحيط بهذا الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوجه التي يقرأ بها النبي في الصلوات وكذا، صعب. فلذلك النبي كان يعلم الصحابة بطريقة معينة، يقرأ ابن مسعود بطريقة معينة، يقرأ عمر بن الخطاب بطريقة مختلفة، يقرأ هشام بن حكيم بطريقة مختلفة. لذلك بعض الصحابة لما يسمعون بعض أحيانا يعتقد أنه هو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا نزلت، هكذا نزلت، وهذا حدث أكثر من مرة. يعني هذا يبين إيه؟ أن الصحابي الواحد يقرأ ببعض الأوجه من جل أوجه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذه الكلمة؟ يعني الصحابي هذا يقرأ إيه؟ ببعض الأوجه، ما يستطيع أن يقرأ كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فأخذ جزء منه. والكتابة طبعا لن تكون إلا بطريقة محدودة، يعني الكتابة بطريقة محدودة، مش ممكن يكتب الكلمة وتكون كل الأوجه بنفس طريقة الكتابة، فيكون الكتابة محدودة. فالاعتماد هنا على الشفوية، الصحابي يقرأ مختلف عن الصحابي الآخر، بس كليهما يقرأان، يعني كلا الصحابيين يقرأان كما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل نفس الشيء مع التابعين، بس التابعي مش هياخد كل اللي عند الصحابي، فالتابعي يختار لنفسه، سمع من الصحابي كثيرا جدا، قال لا أنا مش أقدر أقرأ بهذا كله، هختار لنفسي كذا. هذا بقى هو علم القراءات. فعلم القراءات هذا محدود من كثير جدا، اختيار محدود من كثير جدا. يعني أنا أقول لك ممكن هذه وهذا الطريق وهذا الطريق، وأنت تقول لا أنا همشي على هذا يا شيخ فقط، أنا سأمد ست حركات في هذا، وأمد حركتين في هذا، وأعمل إدغام في هذا، وأعمل إظهار في هذا، وهمشي على كده. لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك مرة وذلك مرة وذلك مرة، كيف يعني التلميذ كيف يتعلم؟ تجد عند نافع له قراءة معينة، عند عاصم له قراءة معينة، عند أبي جعفر له قراءة. كلهم يجتمعون في شيء ويختلفون في أشياء، لأن كل واحد له اختيارات. الإمام نافع له اختيارات قرأ على أبي جعفر، أبو جعفر له اختيارات من الذي قرأ على الصحابة، ونافع قرأ على أبي جعفر فجعل لنفسه اختيارات معينة كده، وأقرأ قالون بهذا كله، وورش بهذا كله. جاء قالون وقال لا أنا أخذ هذه الاختيارات فقط، وورش قال أنا أخذ هذه الاختيارات إيه فقط. وورش هذا علم اثنين الأزرق والأصبهاني، والأصبهاني قال أنا أخذ هذه الاختيارات فقط، والأزرق قال أخذ هذه الاختيارات فقط، ووقفت الدنيا عند ذلك خلاص. الناس بقى كثر يقرؤون بهذه واشتهرت، وما أحد يستطيع الآن، لأن كل ما يختارها تقل، صح؟ هم وصلوا إلى الآخر. ثم جاء بعد ذلك إمام الشاطبي رحمه الله،
وأخذ كتاب للإمام أبي عمرو الداني في القراءات، وألف المنظومة الشاطبية اللي هي ما حرز الأماني في 7 قراءات. اللي يحفظ هذه يعرف إيه أوجه وأصول وفرش كل القراء 7، وهم نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة. ثم جاء الإمام الجزري بعده بقرون وألف منظومة اسمها الدرة في 3 نفس طريقة 7، بس حط 3 كمان يبقوا 10 يعني، اللي هم الإمام أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر. ثم ابن الجزري هذا يعني نفسه عمل منظومة أخرى اسمها الطيبة، عمل كتاب اسمه النشر في طرق أكثر بكثير، 1000 طريق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل القراءات 10، وعمل منظومة اسمها الطيبة لخص فيها هذا النشر اسمها طيبة 10 الصغرى، وهذه 10 الايه الكبرى. بس يعني في طلاب القراءات اللي يقرأ 7 يقرأ الشاطبي الدرة 3، وبعد كده يقرأ 2 مع بعض يأخذ 10 الصغرى ثم يقرأ 10 الكبرى، كل بقى الأوجه واختلافات القراءات وما إلى ذلك في الطيبة هذه. هذه خلاصة الايه القراءات. فالأحرف 7 هذه الطرق يحصل الاختلافات، ومن مجمل الأحرف 7 هذه جاءت القراءات 10 على مصحف عثمان رضي الله عنه. إن عثمان لما كتب المصحف الجامع خلاص هذه القراءات اتفق العلماء أنه لا يجوز أن تعتمد قراءة إلا إذا وافقت الرسم بتاع مصحف عثمان، الرسم الذي إيه كان عليه مصحف سيدنا عثمان، وكل الأوجه تكون موجودة في هذا الرسم يعني، وتكون موافقة للغة العربية وتكون متواترة وتكون في أحادي يعني. فمثلا الحسن البصري كان يقرأ لها قراءة، حسن الحسن البصري إمام تابعي كبير يقرأ قراءة، بس خلاص هي لا توافق رسم المصحف العثماني، مع أنه يقرأ بها ويصلي بها وكل شيء، بس اندثرت خلاص يعني ما بقاش، لم يصبح الناس يقرؤون بها، بس تؤخذ بها في التفسير وكذا وكذا. سمري إني we talked about the 7 أحرف or the 7 different methods of the revelation of the recitation of the Quran. Those were revealed to رسول الله himself صلى الله عليه وسلم. Some people say that now here. فيقولون أن هذا القرآن this Quran in our hand now not exactly what the prophet was reciting. موجود على اليوتيوب يعني it is available on YouTube. It's not like something I'm making up يعني. That was a big deal. We talked about it many times in the past year. It was a big fuss issue يعني that someone made that claim. Someone made that claim. And it was a big reaction from all over the world, and it's a big problem. They said it is exactly like calligraphy. كالخط كوفي خط فارسي كده، ففي قراءات كده برضو. Then we responded. I responded to some of them and said, طيب, okay. If this is the case, that means كل مسلم لازم يكون عنده مصحف مختلف. صح؟ يعني لو كل واحد يقرأ كما يريد بفهمه، إذا كل مسلم عنده قرآن صح ولا لا؟ يعني أنا من أهل الشام وإحنا نقول على هذه الكلمة، يبقى أنا أخذ الكلمة اللي هذه وأقرأها كده، يبقى في مصحف كده كل 2-3 نتغير يعني في المصحف، ما في كلمات جديدة بتطلع، إيه المانع يعني؟ فما ردوا يعني، نقول لهم ما المانع أن يتوقف هذا الأمر؟ يعني القراء 10 2 قراء according to you chose their own from their mind. يعني هو القارئ شاف الكلمة كده he said no an easier word will be like that. So he chose ماشي. I agree with you يعني for the sake of argument. So his student why he should stop يعني if he made that and it is allowed. يعني الصحابة made this and رسول الله allowed them. والتابعين listen to the Sahaba and they changed what the Sahaba did and they are allowed. So why it stops at us? Why it stopped يعني؟ واضح يا اخوانا؟ زي اللي ما بيقولوا the man originated from a monkey. زي دارون كده بالظبط يعني. Monkey until he became a man. Exactly the same claim يعني. The monkey became a man. So why we have still monkeys? مثلا يعني. And where is the one in between monkey and the man? So that all the stages should be more. Not everybody
هابن هو يعني you will see man number 2 number 3 في different stages كده same thing. Where did it stop? Actually سيدنا عثمان made the مصحف because of that claim, because of exactly that. When people started thinking that I am right and you're wrong, that's why he wrote it. لأن العرب they did not needed writing, they always keep it in their head. So now people are becoming Muslim and they do not know. So they recite in different ways, and when somebody says this is your kafir, this is not Quran. So Sayyidina Uthman wrote a book for them and he said burn everything else so nobody can mix and have a problem. فإخواني the true opinion that this قراءات هذه القراءات ما جاءت من إنشاء القراء, هذا حرام الكلام هذا تقوله, لا صح. يعني الله ينزل القرآن بلسان عربي مبين, إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون, واحد ثاني يضع كلمة مختلفة ما نزلت, كيف هذا يعني؟ يعني a person, Allah said I reveal this Quran and I am going to protect that Quran and you are telling me that someone can come and replace a word by another synonym, how? يعني if someone does that why the other person cannot do it? واضح الكلام؟ Is that clear? So that's a very dangerous claim. الأحرف السبعة, the seven أحرف, the seven styles, they are revealed to Rasulullah. It does not have to do anything with the seven qira'at. So imagine a big pool like this that Rasulullah صلى الله عليه وسلم recite anywhere he likes. Then the Sahaba pick some of that. So some of a whole. The Tabi'een took some of the Sahaba. Until you have one style of recitation. That is part of what Rasulullah صلى الله عليه وسلم recited exactly. So you cannot say this is made up by someone, and you cannot say why I cannot read with all of this. You can't. But all of it is divided. They are divided among the different qira'at. Is that clear now, inshallah? So the ilm of qira'at is a science that made to organize what already existed. What already existed. We are not like the Arab who lived at that time, pronounce clearly. Every word is mashallah, every letter is the same. Yeah, people in Egypt say the sad different from the people in Pakistan, different from the people in Iraq. I'm talking about those who are fungus are Arabic. They don't speak the same Arabic asla. They are not the same. So imagine, you have to have something called tajweed. وكان في يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها تجويد. Come let's learn التجويد. هو they are by nature speaking. Now you have to say صاد. Where is the مخرج of the صاد? The tip of the tongue has to be behind the lower incisors, right? And then you know the air comes in. That's the فخيم. All of this because we are alien for Arabic language. غريبة عنا اللغة أصلا. اللغة غريبة عنا. نعرفها. فعشان كده تعلم الأطفال قا وحروف كذا وحروف كذا وخص ضغط قض وحروف القلقلة كذا وحروف, ما كان موجود هذا أيام الصحابة والتابعين. So now you need a sign. Why I'm saying this? That's why we need a science of قراءات also. Before they choose and they recite on the sheikh and that's what it is. But now you need أحكام حفص إيه, أحكام ورش ماذا, أحكام قالون ماذا, أحكام كذا ماذا, أحكام كذا, عشان تعرف تقرأ. So you can read, you have to know what are the أصول of each one. في ساينس اسمه القراءات ما كان موجود من قبل. Was there a science called فقه أصلا؟ Was there a science called تفسير؟ لا. All this came later when people are further and further from the Prophet صلى الله عليه وسلم. Then you make a science والأصول, and those are the fundamentals, and those are the basis, and those are the conditions, and so on. طيب, remember, any قراءة of what we recite with, ينتهي سندها إلى من؟ إلى النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مهم. Any recitation you hear, it goes to what? To رسول الله صلى الله عليه وسلم. Otherwise, the salah will be invalid. هقرأ قرآن إيه؟ مش قرآن هذا؟ هذا قرآن. يعني لابد. It had to be revealed to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam through Jibreel alayhi salam from Allah azza wa jal. And the Prophet recited it orally, uttered it from his mouth.
Sahaba listened to it. And the Sahaba recited it and the Rasulullah approved it. You have to know that. Every letter is recited. Is that clear, Akhwani? And it was always there. Obviously, in the past 200-300 years, it became hard. In every political leadership, choose one Qur'an and it becomes everybody. Choose one madhab and everybody does. في العقيدة, if they are like this, everybody becomes like that. في الفقه, if they are مالكي, كله مالكي. Huh? If they are في القراءات تقرؤون حفص, everybody حفص. So the دولة العثمانية, the Ottoman Empire, عقيدة, في عقيدة الماتريدية, تجد everybody ماتريدي. فقه حنفي, everybody حنفي. Most of the أمة حنفي. والcourts, everything, مذهب الحنفي. وفي القراءة, they choose the رواية of حفص, عن عاصم. That's why it became very famous. And when King Fahd complex printed, the first print for years was what? Bas Hafs. So now you can imagine the recitation of Hafs become very famous. In Egypt until 1950-1960 was Warsh al-Nafa. وما كانوا يعرفوا حفص. So 50-60 years, what is the change now? Warsh became very strange now. كان في مصر, في مصر, أهل الصعيد دول كلهم يقرؤون ورش ويتبعون المذهب المالكي. And then the قراءة changes, become حفص عن عاصم. بس مذهب المالكي still موجود. Right? فيعني إيه؟ You have to understand the dynamics of things. So when a قراءة is famous, it does not mean that it is the most famous all the way 1400, مش 1400 سنة يعني. لا. زي مذهب الإمام مالك كان في المدينة. صح؟ بدأ فين؟ في المدينة. مذهب فقه الإمام مالك وير؟ المدينة. But where is it famous now? North Africa. You see how it crossed? تبوا في المدينة حنابلة أصلا. إيه رأيكم بقى؟ يعني all the Gulf area mostly there what? حنابلة. Except في الإمارات المالكي تقريبا. The main مذهب in the court and all that مالكي يعني. ماشي. ولكن حنابلة. طب المذهب الحنبلي وصفين في بغداد, والمذهب الحنفي كوفة. المذهب الحنفي ناو انديان سب كونتيننت كلهم احناف, صح؟ باكستان انديا قول احناف, طيب. بس الحنفي اصله فين؟ في الكوفة. اهل العراق احناف, ما زالوا احناف, وكثير من اهل الشام احناف ايضا, وكثير يعني منهم, بس الغالبية في مصر والشام ايه؟ شافعية. والامام الشافعي اصلا جاء مصر, في بغداد ومصر. بس كل ماليزيا واندونيسيا برضو ايه؟ شافعية. فيعني you do not say that this مذهب is here means it stays there. لا, actually it becomes more famous the opposite side. فالقراء العشرة هؤلاء أبو جعفر ونافع مدينة, وابن كثير فين؟ في مكة, صح؟ قراءة الإمام نافع نورث أفريكا برضو, most of North Africa, يعني ألجيريا وبوروكو وتونيجيا وليبيا, نافع. ومصر كانت كذلك أيضا نافع. والدور يعني أبي عمرو في البصرة, it became all Africa, كل أفريقا ساوث, كل ده كانوا يقرؤون الدور عن أبي عمرو, الصومال والسودان وall of that. You understand me? حفص الكوفة, and حفص became all over because the Ottoman Empire. All the تفسير مفسرين, all the تفسير, none of them made the تفسير according to the رواية of حفص. A new piece of information for you. ابن كثير, هذا تفسير ابن كثير, ما فسر حفص, يفسر على الدور عن أبي عمرو. يظهر ذلك في بعض ال... That's why when they print the doctor, when they print the تفسير, they don't pay attention to those. Now they do, but they did not pay attention to those. في الحديث وفي التفسير. So they have, عنده المتن تفسير, تفسير, but he prints the آيات according to the recitation of حفص. But the مفسر himself did it according to the recitation of الدوري عن أبي عمرو. فيجي كلمة, يوقد من شجرة مباركة, لا, توقد من شجرة مباركة. فهو يفسر على هذا. فيو do not relate. So what is he talking about? Because the printing house printed this
on that. They are two different ones. That's why في البخاري مثلا الإمام البخاري حديث وفتح الباري ابن حجر ها؟ فابن حجر is making explanation on the copy that he had. صح؟ The copy that he had from the narration of someone while the printing house put the Bukhari from a different copy that they had. But that's why you find Ibn Hajar is saying something, maybe a word that does not exist on the matna above. Or the matna has a word that Ibn Hajar did not explain. So people get confused. That's why when people read, لما الناس تقرأ وتحقق يعرف أنه بيشرح أي نسخة بيفسر على أي قراءة. هذه يا أخواننا إيه؟ مهمة. أمر مهم. لما يكتب في كتاب عقيدة ويستشهد بآية ممكن الآية بتعطي معنى مش موجود في القراءة الثانية ويستشهد بها. يعني he is using it في العقيدة. ما هو تفرق، تفرق في العقيدة، يعني في العقيدة والفقه تفرق. يعني هل هذه الآية تقرأ هكذا أم تقرأ هكذا؟ Do you read it like this or you read it like that? If you read it like this then حكم الفقه is different from if you read it like this. So those who write the book of fiqh, is he using this one or this one? Then you will know when you read. So this is an advanced level in the importance of قراءات. So we have three conditions. It has to agree with the Mus'haf of Uthman رضي الله عنه. فعندنا قراءة متواترة ويقرأ بها الحسن البصري ويقرأ بها كذا وفلان وكذا وكذا، بس مش موافقة للإيه؟ رسم سيدنا عثمان، ما نقرأش بيه. لأن لو فتحنا هذا الباب هنتوه، يعني هندخل في مراحل ثانية خالص. ويقول اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ هذه مجمع عليها متواترة ومكتوبة هكذا في مصحف سيدنا عثمان. الصراط، يجي واحد يقول اهدنا صراطا مستقيما، يبقى الرسم اختلف الآن، صح؟ هو عنده سند، he had a chain that is recited like that and we believe him but we're not going to recite like that. مش هيحصل هذا. ليه؟ لأن everybody will come and said I have, I have, I have, I have. That's why سيدنا عثمان said لا keep this away now. هو this one only. Okay? So that is one. Second one, Arabic language. ما يجيش واحد he made some, he recited some way and it is not according to the Arabic grammar correct. Same thing. Also we do not think. Or he comes someone that only one person recited like this. One narration from one Sahabi, one narration from one Tabi, also not. Even those authentic. So that's why we have many Qura'at that the three conditions don't apply. We do not recite with them. في المصحف ولا في الصلاة. What we do? في كتب التفسير تجدها فين؟ في كتب ايه؟ تفسير. ممكن واحدة منهم تفسر لك آية، تفسر آية، مثل مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. كلمة صلاة العصر هذه مش موجودة في أي نسخة تانية. It's not available in anywhere. The word صلاة العصر. Except مصحف سيدة عائشة. Maybe she heard it from رسول الله. Maybe she wrote it for explanation. Maybe this, maybe that. Did عثمان write it? No. Does it have a chain of narration by many صحابة? No. But we use it in تفسير سيد most likely الصلاة الوسطى الصلاة الايه؟ العصر. لأن في كلام للسيدة عائشة فيه. السيدة عائشة said that. So now it is not Quran to be recited but we use it as تفسير. وهكذا. Many آيات like this to give explanation. Give what? Explanation. Give explanation. The Sahabi maybe wrote it like this. But nobody else narrated it except him. So then we said it's okay. We're not going to say the Sahabi is lying and we're not going to take it as the Quran. Because we have conditions. So that's why it is very, very important to understand. العشاء الساعة كم يا شيخ مصر؟ ماشي. خلاص هنخلص خلاص إن شاء الله. طيب. Last time I give some brief example for different قراءات. قراءات يا إخواني it's not an easy science but it's a very interesting science. And people dedicate lives. يعني لازم الإنسان يكون عمره كله في الموضوع يحبه. اللي مش عارفه. في كده موضوعات ما كنتش تحبها ما تقدرش تبرر فيها.
في موضوعات تاخدها غصب عنك يعني. يعني there are subjects that you got to study because you got to study, right? But there are subjects that if you don't love it, you don't get it. You have to love it. You have to dedicate, you have to enjoy it كده يعني عارف يا سلام مبسوط كده. هو علم القراءات كده. وأيضا فيه أمر آخر. إما أنك تعرف وإما أنك لا تعرف. ما فيش حد في النص يا إخوان. واضح الدين؟ في علم القراءات. إما أنت تعرف وتقول إيه وإما أنت تعرفش. ما فيش تألف. تعرفون قصة الرجل اللي جاءه واحد يقول له إيه اقعد مكاني أنا مسافر يبقى أنت المفتي يعني. قال له بس أنا ما أعرفش الفقه حاجة. قال له كل ما حد يجي لك قول له المسألة فيها رأيين. كل ما حد يجي لك قول له المسألة فيها إيه؟ رأيين. في واحد يقول آه وفي واحد يقول لا والله أعلم. قال له طيب. فجاءه واحد يقول له كده يقول له فيها رأيين. ممكن تعمل ممكن تعمل. واحد يقول له رأيين. فجاء له واحد بقى كده ناصح شوي. قال له أفي الله شك؟ قال له فيها رأيين. هو يعرفش يعني. It's a funny story. Like some imam, he left one. He was leaving, so he told someone, "Sit in my place and give fatwa to me." I don't know fiqh. Is it just wing it? If somebody comes, say there are two opinions. One say yes, one say no, and that's it. So everybody comes, he tells him two opinions. Two opinions. Somebody said there is a doubt about Allah. He told him two opinions. If now you make kufr, يعني. So in qiraat, it does not work like that. In fiqh, it doesn't work. Right? It's just joke, يعني. But I'm saying in qiraat. Does not work like that. Either you know or you don't know. يعني if I ask you ما هي أحكام حفص في المد, what is the أحكام of حفص in المد, it's either you know or you don't know. As if you are gonna you make up, تعرف أن أنت مخطئ على طول right away صح. يقول لك في قراءة قراءة أبو جعفر. آه أنا عارف قراءة أبو جعفر دي, عارفها حلوة قراءة أبو جعفر دي. فأنت تقول له طب إيه أحكام أبو جعفر في الإخفاء؟ يا إما يعرف يا إما ما عرفش. ما فيش حد يعرف يألف. فهمتوا يا أخوانا في القراءات يعني ما فيش حد يعرف يألف. لو ممكن في فقه سمعت المسألة كده ها فقه maybe you heard it. والله أنا I think like that. ممكن تمشي يعني. بس في القراءات مستحيل مستحيل. في مرة دخلت مسجد وجدت والد من الشباب يعني بيصلي وبعدين صليت وراه هو يقرأ غلط يقرأ ايه خطأ وانت ما بهند سموان young يعني 16-17 old boy and then I pray behind him so he is reading wrong so he is not reading حفص and I know what he is trying to read I know يعني what he is trying to read but he is reading it wrong. But then after he finished, السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ What is the qira'ah you recite? Said, ha, you paid attention? I told him, yes, I paid attention. What is the qira'ah? قال ابن كثير هذه. قال لا مش ابن كثير هذه. شايف يعني هو assume ان كل الناس اللي هو ما يعرفوش يعني. Oh, you paid attention. أيوة يا أخوي paid attention. Paid attention to all your mistakes. فيقول ابن كثير, قلت له يا ابن كثير ايه؟ ايه اصول ابن كثير؟ فطلع انه ما يعرفش. هو سمع شيخ يقرأ ابن كثير حاول يقلده فعك الدنيا يعني. he heard some شيخ رسايدي فهي trying to copy فهي ended up not knowing لان it does not work like that. you have to know what you're doing otherwise it's a mistake. فأسأل him what is the اصول of امام ابو جعفر؟ ايه الاخفاء في اللي عند ابو جعفر؟ بيعمل اخفاء في ايه؟ في حرفين كده بيعمل فيهم اخفاء غير الناس كلها. إما تعرفهم إما تعرفهم شيء صح؟ يعني أبو جعفر يعمل إخفاء في الحرف الخاء وحرف الغين يعني الإظهار في كله عندهم. والمنخنقة يقول والمنخنقة فسينغضون فسينغضون يعمل إخفاء في الغين والخاء. كل القراء ما يعملوش فيهم إخفاء إلا هذا. طبعا خلف عن حمزة ما عندوش غنة في الواو وال والياء. موال ما اقولش موال. هذه بقى الحياة اللي تعرفك بيعرف قراءات ولا لا صح. That those are the things you know that he knows قراءات or not. Even حفص himself someone who come and he says I know حفص ومعايا إجازة. معك إجازة في حفص؟ أي والله يا راجل معك إجازة في حفص. فكم وجه في نستعين في الوقوف على كلمة نستعين
فيها كم وجه هذه؟ شفت اللي يعرف حفص تعالى تعالى نتكلم. فيها كم وجه؟ في ثلاثة اللي انت تقول حركتين واربعة وايه وستة، وفي اشمام وروم، في حاجة اسمها اشمام وروم، يعني تقول نستعين كده بالوقف نستعين، لا في وفي نستعين تعمل بقك كده. فاضرب بقى ثلاثة في الوجهين الاخرين ومين اللي عليه الاشمام ومين عليه الروم. لو ما عرفش احكام حفص ما عرفش، فما تقولش ان انا اعرف حفص يعني، يعني يجد اي ريسايت لك يبو ريسايت ماشي الحال، بس if you know I know ده قراءة I know ده رواية، يبقى تعالى نتكلم تمام كده. why I'm saying this، علم القراءات علم متين. علم ايه يا اخوانا؟ متين يعني علم fundamental and it has rules، it has احكام، it has respect، it has life dedicated into it، في عمر قضية فيه، في علم وفي علماء وفي احكام وفي امتحانات وفي اجازات وفي اشياء، مش لعبة يعني، مش لعبة قراءة القرآن، ليست قراءة القرآن دي من احرص ما حرص عليه المسلمون، هو كتاب الله عز وجل، احرص ما افنى الناس في حياتهم هو كتاب الله عز وجل سبحان الله. فعلم القراءات هذا علم متين، في عربي وفي لغة عربية وفي توجيه القراءات وفي إعراب وفي يعني علوم كثيرة جدا تحت القراءات هذه، فيها كتب آلاف الكتب كتبت فيها والمتون thousands of books written about this science. طيب what is the summary of all of this and then I'll tell you what we're going to do next week إن شاء الله. The summary of all of this that Allah عز وجل protected his book، حفظه الله عز وجل من كل دخل ومن كل من كل شيء. Number two، nobody put a letter that does not belong to the Quran. Nobody added one letter. مش ممكن. Impossible. Every word, every letter in the Quran with the different قراءات with the different variations with everything قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. اوعى حد يضحك عليك. النبي صلى الله عليه وسلم recited with that. جبريل عليه السلام came with it. Otherwise it's not Quran. You cannot call it Quran. قرآن يعني قرآن فرقناه لتقرأه على الناس. قرآن we revealed it to you. إنا نحن نزلنا الذكر. إنا يعني حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه. هو أنزلناه. يعني إيه؟ القرآن ده إيه؟ نزل من من؟ من الله. لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. عن طريق من؟ جبريل عليه السلام. قرأه النبي على من؟ على الصحابة. الصحابة قرأوا على من؟ Every variation coming from Allah through جبريل through رسول الله until it reaches us. Nobody say anything other than that. Anybody say anything other than that? Don't even listen. That's the summary of tonight. واضح يا اخوان؟ If you did not hear it, it does not mean it doesn't exist. هو غريب على سمعك بس. يعني هو غريب على سمعك. It's strange for you. It doesn't mean it doesn't exist. يعني الشيخ الدكتور صلاح يقول حكم. معقول يا شيخ؟ Yes. You did not hear it. بس it exists. موجود هو. العلم موجود. بس you did not hear it. واضح يا اخوان؟ So always 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 whenever you hear علم or you hear especially Quran you have to know two things. One that it is from Allah عز وجل. It's a variation that رسول الله recited with it and it is a علم a سند a chain a science fundamental. It is not haphazard like this. It's either you know or you do not know. How would you know? When a person is known that he has the ijazah, he has the knowledge, he has that science. And he has the taqwa of Allah Azza wa Jal. That is where you take that from. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa alhamdulillah wa barak. InshaAllah, in the next time, we are going to enjoy more of practical examples. How about that? You like this inshaAllah? يعني session next time, we talk كده شوية قالون, شوية ورش, we recite certain ayat here, certain ayat there, تسمعوا كده different inshaAllah, so we can become familiar with it inshaAllah. Of course. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.